الشاحنة الخارقة. مرحبا ليلي، يبدو أنك مشغولة في محاولة إقناع الصغار بالخلود للنوم. هيا يا صغار، يجب أن تناموا حتى تكونوا جاهزين لرحلة المدرسة غدا لميدان السباق. أوه يا صغار، حسناً، أتمنى أن تكون قد حلت المشكلة. أوه عزيزتي، توم ما زال مستيقظاً. ربما لو أطفأت الأنوار ليلي، فإن الصغار سيخلدون للنوم. لا ليلي، أعتقد أن الشاحنة الخارقة سيحل المشكلة. ليلي تريد مساعدتك كارل، كانت تحاول أن تجعل الصغار ينامون ولكنهم يرفضون ذلك، هل يمكنك المساعدة؟ إلى ماذا ستتحول كارل؟ أوه جميل، شاحنة رمال. واو، رمل سحري مذهل، وسادة. لنذهب لمساعدة الصغار على النوم. يمكنك أن ترتاحي الآن ليلي، الشاحنة الخارقة هنا للمساعدة. الصغار متحمسون لرؤيتك أيها الشاحنة الخارقة. الشاحنة الخارقة على حق، عليكم أن تناموا إن كنتم تريدون الذهاب إلى الرحلة غدا. واو، وسائد جميلة. رائع، إنك تدفعهم للنوم.
فكرة جيدة. تخيلوا رحلة المدرسة غداً. لقد فعلتها أيها الشاحنة الخارقة. لقد ناموا جميعاً. شكراً لمساعدتك لنا أيها الشاحنة الخارقة. استمتعوا برحلتكم يا صغار. نراكم في المرة القادمة. كارل المتحول. مرحبا فرانسيس، ماذا حدث؟ إحدى شوكاتك مكسورة؟ كيف ستنقل الحمولة الآن؟ يفترض أن تنهي عملك اليوم بدون تأخير؟ أنت بالتأكيد تحتاج بعض المساعدة. لا تقلق فرانسيس، يمكننا طلب المساعدة من كارل الشاحنة المتحولة ليقوم بعملك اليوم. انتظر هنا ريثما أحضر كارل. مرحبا كارل، استيقظ أيها النائم. فرانسيس الرافعة الشوكية يحتاج مساعدتك في رفع الأشياء. هل ستأتي معي؟ عظيم، هيا لنذهب. ما هي المركبة التي ستتحول إليها كارل؟ بالتأكيد رافعة شوكية. حان وقت التحول كارل. تحول كارل. ممتاز، تبدو تماما مثل فرانسيس. دعنا نذهب إليه الآن. انظر كارل، فرانسيس الرافعة الشوكية في انتظارنا. انظر، من هنا فرانسيس. ممتاز، هيا بنا للعمل. رائع كارل، دعني أخبرك أين ستقوم بإنزال الصناديق. اتبعني إلى الأمام. قم بفحص منطقة التخزين. نعم، هنا توضع الصناديق. هيا. أحسنت صنعا كارل. بقي لدينا القليل من الصناديق. أحسنت كارل.
نعم، بقي صندوق واحد. نحتاج إلى إنزالهم جميعاً هنا كارل. أحسنت عملاً. أنهينا عملنا. شكراً جزيلاً كارل، أنقذت يومنا. حان وقت الذهاب إلى المنزل. وداعاً كارل، نراك لاحقاً. الشاحنة الخارقة. أوه، تلك السيارة تسير بسرعة عالية. أسرع مات، بإمكانك إمساكه. من هو ذاك؟ سيارة أخرى مسرعة؟ ثلاث سيارات؟ ماذا ستفعل؟ إلى أين أنت ذاهب؟ تنادي الشاحنة الخارقة؟ فكرة رائعة، بإمكانه مساعدتك للإمساك بتلك السيارات المتهورة. كارل، مات، سيارة الشرطة في مأزق، يحتاج أن يمسك بثلاث سيارات مسرعة، هل بإمكانك المساعدة؟ أنت بحاجة إلى التحول إلى شيء مميز فعلاً هذه المرة كارل. هذه؟ لا؟ حسناً، فلنتابع. هل هذا التحول الذي تريده؟ صفارة إنذار الشرطة؟ رائع. ما هذا؟ آلة استنساخ؟ مذهل. بهذه الطريقة سيكون بإمكانك نسخ نفس الشخصية عدة مرات. تبدو رائعاً، الشاحنة الخارقة، فلنذهب للإمساك بتلك السيارات المسرعة. مرحباً مات، ها هي الشاحنة الخارقة. هذا مثير للإعجاب، وكأنك تنظر لمرآة مات.
حركة رائعة، فلنذهب ونمسك بتلك السيارات المتهورة. هؤلاء هم، حان الوقت لتشغيل صفارات الإنذار. انظروا يا رفاق، مات قادم خلفكم ومعه المساعدة. أمسكنا بكم، أنتم في مأزق الآن. أحسنت العمل أيتها الشاحنة الخارقة، أراكم لاحقا جميعا.